نعمل فيه. فهذه المكاسب اللي قلناها ونتكلموا عليها كل الاخوان وهي ملموسه كما قالها رئيس الشعب البلاد. ما تكونش اموات من برا من الخارج ولا من داخل يهزوا تيك توك ولا يهزوا فيسبوك ويبداوا يتكلموا. اولاد عين طفله هما اللي يتكلموا عن التنميه، يعرفوا الغاي ويعرفوا الماء ويعرفوا الصافي عين طفله ويعرفوا من كنا ورانا اليوم. لذلك الامور تتسارع ايها الاخوان. لكن اليوم جينا نتكلموا عن هدف مشترك مع اخواننا شركائنا كثر خيرهم. واحنا الان دي من بدايه منذ 6 شهور 7 شهور درنا خطوات الوراء، نحينا الاماميه، نحينا من روحنا، قلنا الجزائر تحتاج الى توافق. خير.